واصل برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية على براءتي اختراع صادرتين من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية في موضوع قياس تأثير تراكم الغبار والملوثات على أداء الخلايا الشمسية. الاختراع يعمل كمنصة لاختبار الخلايا الكهروضوئية بجميع أنواعها وإجراء عمليات حسابية دقيقة لأثر الطقس على تلك الخلايا.